هواك وبحس انك مني سبعني ضرب روح ابقى مو قصدي تروح قصدي انت بجسمي روح قلب صار حال حال العند الثار يريد منك حضن نار شوقي مرتين اكبر من الدنيا هاي انت عالم انت كون انت وحدك بالعيون وصل الحد بجنون وانت بجنون شريك راح اجي انسى انا حبك ابد كل عام اموت انا عليك ما فكر بروحي ابد كل لحظه فكر بيك ما فكر بروحي ابد كل لحظه فكر بيك سنة تبقى إلي كل عام ظل عليك أنت الحبيب الوفي ومثل الهوى احتاج لك أنت الحبيب الوفي مثل الهوى احتاج لك. هلا حبايبي شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة يا رب. طبعا اليوم حبيت اعيدكم مناسبة عيد الحب واقول لكم هابي فالنتاين داي علي كلكم ان شاء الله، واتمنى لكل حبيبين يكونون لبعضهم، واتمنى ربي يجمعكم بالناس او بالشخص او بالانسان اللي تحبوها او بالانسان اللي تحبوه، ويا رب يحقق كل امنياتكم. واليوم جبت لكم طريقة عمل كيكة القلب مناسبة عيد الحب وإن شاء الله تعجبكم. وهسه هنا عندنا ضرب فانيلا، هاي المقادير ضرب فانيلا، وعندنا بيضتين، وعندنا كوب حليب، وعندي نص كوب زيت، وعندي نص كوب لبن، وعندي كوبين سكر شكر، وعندي هنا ظرفين بيكنج باودر، وعندنا هنا همينه طحين حسب الحاجة. أنا راح أستعمل تقريبا كوبين ونص هيجي، ونشوف إذا نحتاج أكثر. وهسه نروح على طريقة العمل. هسه هنا أنا أول شي راح أبدي أخلي البيض بالبداية البيض، وبعدين أضيف على البيض السكر كوبين كوبين سكر أضيفه على البيض، وهسه راح أضربهم بالمضرب وأرجع لكم. هسه هنا بعد ما خليتهم يعني بالمضرب الكهربائي صاروا بهالشكل، هسه راح اضيف لهم الزيت وهمين نرجع اضربهم بالمضرب وهمين ارجع لكم. وهمين صار هالشكل هذا. طبعا المضرب يعني شوي نقطه الكهرباء بعيده علي، فلهذا دا اروح وارجع اروح وارجع ايش. فهسه ضفت الحليب بعد الزيت واضيف اللبن اوكي، وهمين هسه راح هم اضربهم بالمضرب الخلاط وارجع لكم. صارت بهالشكل عندي هذا اوكي، مثل ما تشوفون كلها ذابت ويج صارت فقاعات ولونها صار على بياض. وهسه راح اخلي الفانيلا، طبعا تقدرون تستغنون هنا عن الفانيلا، تخلون فانيلا سائله عادي او اي نكهه عندكم كراميل او غيره. وهسه راح اضيف هنا كوب الطحين اوكي، وراح اضيف حضر الكوب الثاني، بس ما راح اخلي الكوب الثاني اول مره، هسه راح اضرب ذولا بالمضرب وارجع لكم همينه. هسه هنا راح اضيف الكوب الثاني همين بعد ما ضربتهم بالمضرب، وراح اضيف ويا البيكنج باودر ظرفين اوكي. وهسه بالنهايه صارت بهالشكل قوامها، تحتاج بعد شويه طحين، فهنا راح اضيف لها بعد نص كوب، يعني مجموع الطحين اللي ضفته كوبين ونص اوكي. وهسه صارت بهالشكل، شوفوا الخليط صار بهالشكل وهذا قوامه اوكي. وهسه راح احطه بالقالب، هذا عندي قالب بشكل قالب هنا، حطيت ورق زبده بيه ودهنته من الاطراف وحطيت عليه شويه طحين اوكي حتى لا يلزق يعني من الاطراف. وهسه راح اضيف الخليط بيه، وطبعا هنا انا الفرن محضرته على 180 درجة بس الاسفل فقط اوكي، راح تخلوه بالفرن على درجة 180 من الاسفل، وبعد ما يستوي الاسفل هيجي تقريبا دقائق دقيقتين تخلوه من الاعلى يستوي، وها هي بعد تطلعوها تصير جاهزة. هسه هنا انا راح اخليها بالفرن مثل ما قلت لكم تقريبا، انا هنا طاولة عندي 45 دقيقة هيجي الفوق والجوا يعني استوى كامل.
وهسه بعد ما خليت الكيك بالفرن هنا أنا أجي أحضر الكريمة. عندي هنا كريم شانتي هذا سادة أبيض، أوكي. عندي ظرف يعني، عندي هذا ظرف ثالث همين كان باقي عندي، فراح أستعمل ثلاث ظروف يعني، أوكي. فهسه راح أبدي أخلي الكريم الظرف، أفرغه من الظروف. وعندي كوب حليب همين بارد سائل، وإذا ما عندكم سائل عادي سووا بالطوز يعني بالباودر ما يفرق، بس يكون بارد يعني. وهسه راح أبدي أضيف لهم شوية شوية الحليب، طبعا مو كله، وأضربهم بالمضرب الكهربائي. طبعا إيش قد ما تخلون تضربوا بالمضرب الكهربائي إيش قد ما يطول طبعا هالقد يصير أثخن وأحسن. أوكي، أنا تقريبا بربع ساعة هنا ظليت بس أضربي لي حد ما صار هالقوام. بعد هنا يحتاج حليب، همين أضفت له حليب شوية. شوفوا شلون هنا صارت، هسه هذا الشكل النهائي. طبعا انا هنا استعملت نص كوب حليب، وهسه انا خليته هناك بالثلاجه حتى يبرد تقريبا نص ساعه خليته. وهنا الكيكه يعني طلعتها صارت جاهزه بهالشكل. شوفوا شلون صايره همين اسفنجيه، طلعت كلش مضبوطه. وهسه راح اوقفها تبرد. وهنا أنا بعد ما بردت الكيكه طلعتها من القالب وخليتها هنا على اطار الدوار مات التزيين. وهسه راح ابدي ازين الكيكه. طبعا انا هنا حاطه ببالي انه هاي صلصه الفراوله عندي ناوي استعملها بالتزيين، وعندي هاي مثل طوبات او الخرز الصغيره لون اصفر عندي، وعندي هاي الفضيه همينه، وعندي هذا جوز الهند الاحمر. انا هذا طبعا كلش اشوفه عملي فدائما احب استعمله، فهذا همين راح استعمله. فاني خاله ببالي يعني الشكل اللي انتو شفتوه. هذا الكريم من طلعته من الثلاجه صار عندي جاهز، وعندي هذا مات الكريم كيس التزيين، اوكي. وهاي الفورمات مالته الاشكال اني هنا حاطه هذا الشكل، راح استخدم كله بشكل واحد. من نوع ما احب هواي اغير، وطبعا للعلم اني بالكيكات مو هالقد، قالت لكم اني ما احب حلويات الكيك وهالسوالف، بس أنا همينة يعني مو خبيرة يعني هيجي بالكيك وبالتزيين وهالأمور، بس راح أحاول يعني وياكم مثل ما تشوفون راح أحاول إنه أسوي فتكيكة حلوة بمناسبة عيد الحب. وهسه حاطة ببالي إنه أنا الكيكة كلها أسويها بيضة وبعدين أسوي لها الحركات اللي شفتوها أنتوا بداية الفيديو، فهسه راح أحاول أزينها بهالشكل هذا. طبعا أنا ما أحب أسوي الكيكة عدلة وأصقلها وأعدلها وما أعرف شلون، ما مالي واهس يعني بصراحة بيجي سوالف، فأحب شيء هم حلو وهم يكون سهل يعني ويعجب يعني المقابل من يشوف الشكل وهالسوالف يعني. هسه هنا أنا وياكم مثل ما تشوفون جاي دازينها بهالشكل هذا. طبعا العام بنتي خفلتني إذا تذكرون من سويت الكيكة هالسنة، هم زين الله ستر علي لهوها بالبيت. هسه هنا راح أحاول أسوي الإطار كله مثل ما تشوفون بالكريمة حددة. وهنا أنا خلصت هاي الإطار، هسه راح أبدي مثل ما يقولون الخط الثاني، يعني أحاول أملي داخل الكيكة كليتها بالكريم هالشكل لحد ما أخبطها كلها بحيث ما تبين الكيكة يعني. بس يعني بصراحة كلش متعب هنا، ايدي اصابعي تدمرت، هيجي اعظام ايدي هيجي تشنجت احس من هالقد ما دا اضغط ودا اسوي. وهاي وهنا هسه جينا على الداخل اكثر الخط الثالث خلينا نقول، ما ظل شي شوية ونخلص. طبعا وهنا فلتت عندي الكيس مات التزيين وبالقوة يلا رجعته وسويته. وهاي الله ستار. وهسه بعد ما قبضت فوق الكيكة الكريم المتبقي راح توزعوه اطراف الكيكة بالشكل اللي شفتوه شلون ما كان توزعوه، وبعدين هسه نحاول نعدله. شوفوا بهالشكل هذا نحاول نعدله. طبعا انا هاي مشتريتهم خاصة بالكيك، فتحاولون تعدلون اطراف الكيكة تسقلوها. انا حاولت اعدلها قدر الامكان. طبعا هاي انا اول مره اشتغل بصراحه، يعني هاي اول مره دا اسقل الكيكه واعدلها بهالطريقه، ما مسويتها قبل لان انا ما احب الكيك ولا سوالف.
فهسه هنا بعد ما نعدل الكيكة بالشكل المناسب يعني المطلوب، راح يعني استعمل هاي الثانية من المخرمة مثل ما تشوفون. اكو طرف خشن وناعم، راح انا استعمل طرف الخشن واسويه على شكل خطوط مثلا محززة هيك تبين، اشوفه يعني برأيي احلى. شوفوا صارت بهالشكل هذا، اتصور يعني حلوة. وهسه راح نجي هنا، اني جيت ناوي اكتب احبك وحرف زوجي. هنا زوجي هو مثل ما تشوفون هاي ايده، هو قال بما ان انت سويت الكيكه وزينتيها فاني راح اهديلك واكتب لك كلمه احبك واخلي حرفك يعني مني لك، يعني انه اشارك وياك بالكيكه وهالكتابه يعني من عندي لك اهديها. فشكرا اقول لها حبيبي، الله يخليك لي ويحفظك لي وما يحرمني من عندك ابد يا نور عيني انت. فهنا أنا زوجي هو صار يكتب، وطبعا خطه كلش حلو احلى من خطي بصراحه. فهنا كتب احبك وقال لي، طبعا اني بس شت ناوي اكتب احبك وحرفه، هو قال لا راح اسوي قلبين همينه، قلب إليك وقلب إلي. وهاي جت المخربة. عليكم السلام عليكم. هاي تقول لكم سلام عليكم. وهنا أنا هسه راح يكتب حرفي. وهسه هنا أنا راح أبدي أزين الأطراف بجوز الهند الأحمر مثل ما تشوفون بأي قاشوقة عندكم أو أي شيء. يعني هنا أنا قاشوقة مادوة عندي فرح أزينها بيها بهالشكل هذا مثل ما تشوفون، طريقة كلش سهلة. هسه هنا أنا راح أبدي أوزع جوز الهند بالأطراف. طبعا تخلون جوز الهند بيدكم وتنفخون عليه شوية هيجي، ورأسا راح يلطش بالأطراف يلزق أوكي لو بيديكم هيجي يعني من فوق تنزلون عليه. بعد أنتم راح تكون شوفوا يا طريقة تناسبكم سووها. وهسه هاي هنا أنا خلصت الأطراف وهاي صار شكلها. وهسه راح أجي أوزع هاي الخرز الفضية أو الطوبات، راح أوزعها على الكيكة فوق، وهاي شكل النهائي للكيكة. طبعا إن شاء الله عجبتكم الكيكة وحبيتوها. طبعا اعذروني همينة، قلت لكم يعني هاي ثاني مرة أنا أزين كيكة ومو خبيرة بالكيك وهالسوالف، بس على قدر الإمكان إنه أحاول أسوي يعني من أحسن لأحسن شوية شوية. بالجايات إن شاء الله همينة يجوز تكون كيكات بعد أحلى. فحل الواحد يجرب ويتعلم حالي حالكم. فإن شاء الله عجبتكم الطريقة وشفتوها سهلة عليكم إن شاء الله. ونهاية الفيديو أحب أقول لكم عيد حب سعيد عليكم، وكل عام أنتم بخير، وأتمنى لكم يوم حلو إن شاء الله، والله لا يحرمني منكم، وأنتم هم يعني حبايبي وأعز ناسي وأحلى متابعين، والله يخليكم لي ولا يحرمني من عندكم. وأتمنى لكم كل الموفقية بحياتكم، والله يجمع كل الاثنين إن شاء الله، وكل متزوجين هم أنا أحب أقول لهم، وكل مخطوبين كل عام أنتم بخير، والحبيبين إن شاء الله يتزوجون ويعيشون سوية. طبعا أحب أشكر زوجي حبيبي على هاي باقة الورد اللي حلوة اللي جاب لي إياها، أقول له شكرا حبيبي والله يحفظك لي ولا يحرمني من عندك أبد، وشكرا على هديتك الحلوة همينة وربي يديمك إلي يا رب. وشكرا حبايبي ومع ألف سلامة.